السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد، وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سوليد ورك سيرفيس. درس النهاردة بعنوان فيلد سيرفيس. تمام، طيب يعني إيه فيلد سيرفيس؟ هبدأ مثلا أرسم في التوب لاين حاجة بالمنظر ده، وهرسم مستطيل بالمنظر ده كده، وهرسم جواه شوية أشكال معقدة شوية، بمعنى إني هرسم مثلا دايرة كبيرة كده، وأرسم دايرة هنا كده، دايرة هنا كده، دايرة هنا، ودايرة هنا. ممكن بقى أعمل ترم الحاجات اللي جوه دي كلها، ترم حاجات الدايرة دي كلها جوه، شايفين كده. امسح اللي بره على كده دول، المنظر ده كده. ممكن بعد كده اقول له اكزا سكتش واقول له اكستروتد سيرفيس، او ممكن اقول له بلانر سيرفيس واقول له اوكي. طيب دلوقتي انا معايا بلان سيرفيس ده او بلانر سيرفيس ده مفتوح فتحه من جوه. طب انا عايز اسد الفتحه دي، هنستخدم امر فيلد سيرفيس. هختار باوندري، الباوندري ده كده، فهتك على كليك يمين على اي ايدج من دول واقول له سيلكت اوبن لوب، هيختار لي اللوب دي كلها كده واقول له صح كده، هيقفلها لي بفيلد سيرفيس، او هيعمل لي سيرفيس لوحده، او ده كده بقى سيرفيس وده سيرفيس تاني، ممكن بعد كده اعمل لهم ايه، اعمل لهم ميرج مع بعض. تمام، طيب ده اول استخدام للفيلد سيرفيس. طب له استخدام تاني، طبعا له استخدام تاني، ممكن اقول له اقفل ده واقول له دون سيف واقول له نيو بارت عادي جدا، وابدا ارسم في التوب لاين، ارسم مثلا سيركل كده، اقول له سمار دايمنشن ان القطر ده مثلا يكون 200، اقول له اكزي سكتش. تمام، هاجي بعد كده ارسم في الفرونت بلاين واقول له سكتش واقول له نورمال 2، وابدا ممكن ارسم 3 بوينت ارك من هنا ومن هنا كده، واقول له اكزي سكتش مثلا حاجه بالمنظر ده، واقول له فيلد سيرفيس. هيختار اول حاجه الباوندري بتاعي، الباوندري ده، وفي بقى عندي هنا حاجة اسمها كونسترين كيربس، هختار منها الكيرفيتشر ده، هيعمل لي حاجة بالمنظر ده. ممكن انزل تحت واقول له الكيرفيتشر ديسبلاي، ممكن اخليه زبرة او اخليه مش بريفيو مثلا كده، اشيل الزبرة دي اخلي مثلا المش مثلا تاني اعمل كده، او ممكن اخليه زبرة واقول له مثلا صح على كده. ده كده سيرفيس عامل زي كونيك سيرفيس. تمام، ده كان عمره ما هيتعمل بالسويبت سيرفيس، ده كده ما اتعملش الا بالفيلد سيرفيس. تمام، ده كده كان الدرس بتاع النهارده، ده استخدام الفيلد سيرفيس. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك ليرن سوليد وركس عربي، وارقام التليفونات موجودين اسفل الشاشه. اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله مع باقي الاوامر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.